ضايق اللي ساري الليل هو لا حصل طريق تلعب به الايام بين يمينها وشمالها يا غرق بالهم لا تطلب نجاتك من غريق الصبر مفتاح الفرج والناس هذا حالها وانا ترى متني يشيل من الحمل ما لا يطيق مالي ومال الحمله اللي كل كتف شالها ايامنا بين الشهر واليوم والباقي سحيق والايام كم يبغى لها والناس كم يبغى لها والدله اللي ما تقهوي ضيفها كل البريد يرسل تعازي ضواها لا فاحت بفنجالها قمرية الاحزان لا غنت على الغصن الدقيق ما تعاتب المحزون لو غنت ولا غنى لها والدله اللي ما تقهوي ضيفها كل البريد يرسل تعازي ضوها لا فاحت بفنجالها قمرية الاحزان لا غنت على الغصن الدقيق ما تعاتب المحزون لو غنت ولا غنى لها غنى لها يا ناس وش حل الرفيق اللي يعاتب له رفيق لا حد تهليام والدنيا على من والها لا تحسب ان اللي تحبه لا جرحته ما يضيق لو استرج روحه عليك وعلته ما قالها يضيق لكن مبسمه ضحاك وحجاجه طريق لان الصداقه كنز والحسنه بعشر امثالها والحقد في قلوب الرجال اهل الوفا ما هو يليق قلوبها تبقى نظيفه لولو تغير حالها وانا لو ابني للصداقه جسر العيون الصديق الناس من كثر الزعل فال الله ولا فالها العذر ما يكفي من التقدير والصده تعيد الوصل من بين القلوب اللي تمد حبالها وانا لو ابني للصداقه جسر لعيون الصديق الناس من كثر الزعل فال الله ولا فالها العذر ما يكفي من التقدير والصده تعيد الوصل من بين القلوب اللي تمد حبالها
الماس سعره فوق سعرك يا الذهب لو الكبريت سعره الحالة هو الذهب تسعيرته بالحالة وأهل الجواهر يفرقون الكهرمان من العقيد لو تخلط الثنتين بنت في طرف سلسالها نصبر على قرص النحل حتى نوصل للرحيق وأهل الهوى يمسح خطاياها لذيذ وصالها والناس لأجل أمالها تحتاج للفهم الدقيق واللي ما تملك فهم تخسر نفسها ومالها جبال الأرض الشامخة يا منكر المجد العريق أماتنا من كبر هيبتنا تطول جبالها جديدنا مستقبل الزاهر وماضينا عتيد مسيرة التاريخ يبقى مجدنا في بالها لو ان حضارتنا قصيدة شاعر فكرها عميق ما كان غير محمد المكتوم صاغ مثالها ونعم الضايق اللي ساري ليله ولا حصل طريق تلعب به الايام بين يمينها وشمالها